تعالى وبركاته. شاء الدور العاشر. الدور فيه 4 شقق، دي شقة دي شقة ودي شقتين على بعض. ده العداد الأول، فيها عدادين كرت، فيها 2 أسانسير. ده واحد جاهز 80%، ده التاني. ده العداد التاني بتاع الشقة، عداد كرت برضو، باب مصفح، شقة جديدة زيرو. ده الريسبشن، شقة إلترا سوبر لوكس زيرو، محدش سكنها. ريسبشن كبير، دي بيكون مع الريسبشن. دي غرفة مفتوحة على الريسبشن، دي الغرفة الأولى. الشقة دي كلها على الشارع، آخر الشارع ده دكتور لاشين الرئيسي، والشارع ده اسمه شارع الجامع الكبير. دي بالكون بتاع الريسبشن، هو ده شارع الجامع الكبير، اخره دكتور لاشين الرئيسي. الشارع ده على اليمين اخره كعبيش الرئيسي. حمام الضيوف، حمام الضيوف، شقة زيرو. غرفة دي فيها بلكونة تانية
الشقة دي 6 غرف، دي واحدة مع ريسبشن، دي التانية. دي الشقة التالتة. كل شقة تشطيب شكل، تشطيب لوحدها، كل غرفة، كل غرفة فيها منفذ دش، كل شقة فيها بتاعة الدش دي، كل غرفة بتاعة التليفون، بتاع الانترنت، تصريف التكييف. المطبخ، ما شاء الله شقة كبيرة. 265 الغرفة الرابعة. أحلى شيء بالغرف إنه فيهم، أحلى شيء بالغرف كل شقة، كل غرفة فيها مصرف تكييف والدش والإنترنت الأرضي، كلها على الشارع الشقة. دي الغرفة الرابعة، أبوابها كلهم أبواب تقيلة. دي الغرفة الخامسة، كلهم على نفس الشارع. حمام كبير. كله ايديال، خلطات ايديال والبانيو ايديال وال غرفة السادسة، أكبر غرفة. هي أكبر غرفة. الواطع بتاع العداد الثاني، الشقة فيها عدادين،
اخر الشارع ده كعبيش، كعبيش الرئيسي كده. بنكون خلصنا الشقة، الشقة دي 265 متر، 6 غرف، 2 بلكونة، ورسبشن كبير، وحمام، حمامين كبار، واحد وسط واحد أكبر من الثاني، مطبخ كبير. دور العاشر فيها 2 أسانسير، أسانسير شغال، وأسانسير الثاني 80% جاهز يعني. السلام عليكم ورحمة الله.